حمام زاجل بسعر سيارة حديثة موديل 2023، الأمر حقيقي ليس مزحة. إذ عرض شاب عراقي في مقطع فيديو طير حمام زاجل موديل 2023 للبيع. الطير موديل 2013 وليس 2023، هو عرضه في هذا العام، لكن موديل الطير 2013 كما هو قال. عرض الطائر بمبلغ 26,000 دولار، يعني 2.5 شاتين. يقول أنه لهذا الطير شجرة عائلية كبيرة محترمة حافلة بالإنجازات والسباقات والنقاط العالمية، يعني هو يبيع لك طير ابن أصول وله تاريخ. يقول أحمد أبو شهاب الذي عرض الحمام الزاجل للبيع، يقول إن أبو الطير هذا بيع ب40,000 دولار، يعني بأربع شدات. قد يكون المبلغ بالنسبة لهواة تربية الطيور أمرا طبيعيا ومعتادا. المطيرشية أساسا يعرفون تفاصيل هذه الأسعار جيدا والتقييم الحقيقي لكل طير. 40 دفتر، أبو هذا الطير انباع ب40 دفتر، 400,000 دولار، تقريبا 400,000 دولار بلجيك. أبو هذا الطير، هذا الطير الوحيد منا بالوطن العربي، هذا الطير بشبابه وصل 120,000 دولار، يعني 12 دفتر وصل بشبابه. هذا الطير هو الوحيد منا بالوطن، هذا 900 ما شاء الله. وانباع بال2018، انباع بمزاد العراق، انباع ب26,000 دولار، انباع ب26,000 دولار. وهسه حاليا هو يم اخوكم احمد ابو شعب. طبعا انا متقصد مصوره الطير متلك حتى الكل يشوف صحته. هو موديل 2013 هذا الطير، والغني عن التعريف كله تعرفه، هذا 900، هذا 900 اللي بناته واحفاده ابطال بالنقاط العالميه. هذا الطير 900، يعني ربما أنا أخطأت بالرقم، هو يقول 400,000 دولار، يعني 40 شدة. سعر هذا الحمام الصغير الذي في يده، أو سعر والد هذا الحمام، هذا بيع ب26,000 دولار كما هو يعرضه للبيع في مقطع الفيديو. طبعا يعد الحمام الزاجل أشهر أنواع الحمام، ويسعى العديد من الشباب لتربيته والدخول به في سباقات عديدة على أمل الفوز. حصد أيضا آلاف الدنانير من خلال تلك السباقات. تتراوح أسعار الحمام الزاجل ما بين 100 دولار إلى 200 دولار، عدا بعض أنواع الزاجل الذي حقق فوزا دوليا كهذا الطير مثلا، فقد تتراوح أسعار تلك الطيور بحدود 10,000 دولار أو 20,000 دولار. وهذا يقول 40 شدة، لا أعلم إن كان هذا الرقم حقيقيا أم مبالغ به. هناك تعليقات وردود أفعال كثيرة حول قصة هذا الحمام الزاجل الذي عرضه أبو شهاب للبيع، وهذه التعليقات سنقرأها لكم الآن. نبدأ من تعليق عمار الذي قال في تعليقه، يقول عمار: شراي وين مكانك، بس تقدر تنتظرني يومين لحد ما أبيع كليتي، ويمكن كليتي أرخص من الطير. أدري هذا الطير راح يبيض ذهب لو أركب عليه ويسافر بيه، ولكم هضيبة هذا يضحك على العالم. تعليق من علكو، يقول علكو بزبسكات، يقول: هواي قريت تعليقات متفاجئين بسعر الطير، قيمة الشيء ما يعرفه غير صاحبه، وكل مخلوقات إلها مربيها وهواتها، وكل صنف من الحيوانات إلها قيمتها، تبدي من صفر إلى الملايين. تعليق آخر من مريم الموسوي تقول: والله بلوى بيكم طير 40 دفتر، ولكم شنو اش مشترين بيت بشارع فلسطين؟ عمي شو سكتوا، هي العالم كاتلها الجوع خطية، وانت طير ب40 دفتر؟ استغفر الله. تعليق آخر من عبد الله يبدأ بضحكة ويقول: اكو مثل يقول اللي عنده فلس محيرة يشتري بيه حمام ويطيره، ويضحك. أنا اشتريته منك بس خطية، البصرة حارة يومين وألقاه مشوي من الحر أو ما كلت البزونة.
تعليق من نسرين تقول ناس بطرانة، أنا عندي هالمبلغ أشتري فيلا وبيوت وشقق وسيارات، إيش دعوة؟ ترى مبالغ بالسعر صح، هذن غاليات بس مو لهالدرجة، لأن عمو عنده يربي بيهن. تعليق من حسن يقول حسن الخفاجي، راح صيت الطيور والزواجين، هاي قبل كانت العالم تشتري بهالأسعار وماخذات بطولات، بس هسه ما حد يقلب الطيور، الوضعية اختلفت مو مثل قبل قلبي.